أسعد الله مساكم يا عائلتي الكبرى. ليش بس تشوفوني مرات هيك مزهزي ولابس بدلي أنيقة كرافي بتاخذ العقل، الصبغة محسنة شوي، شو السبب بيكون؟ يقبرون اللي بيفهموا والما بيفهموا ريتني يقبرون. بيقول المثل انت فرد من أمي، عملك المنيح بيشع عليها والعمل مش منيح بيرجع عليها كمان، بالفن بالأدب بالشعر بكل شيء. تأملوا يا أخوان، صبوحة حبيبة قلبي وقلبكم راحت عبريز أباغي ولا أباغي ونجحت وين بالأولمبيا، بعدين راحت عبروكسل وسمعنا الأخبار والجرايد، بقى هي وصلت من هون دغري دغري، بقى الصبوحة هي رح تخبرنا عن صدى هالحفلات. دخيل قلبي خدي حريتي. أول شيء الحقيقة أنا كنت مبسوطة، ليش؟ لأنه كنت حاسة إنه كل لبناني فخور بإنه في فرقة لبنانية مبيض الوجه، ولما طلعت غنيت بالأولمبيا كل اللبنانية صاروا يبكوا، لأن نفس الموقف هيك الأولمبيا نفسها وتشوف لبنانية على المسرح وأنا عم غني أبو الزلف، ما لقي إلا ناس يبوسوني بالأونتراكت ويبكوا من الفرحة. أنا بلا أونتراكت ببوسك. فأنا الحقيقة كنت مبسوطة كتير إنه هيدا شيء مشرف للبنان، والحفلات نجحت كتير أكثر ما نحن كنا منتصور الحقيقة. فالصالة مثلا بتساع 2100 يمكن كان فيش 3000 غير الناس اللي مشيوا. يعني نجاح مش معقول، وكان طبعا نص الصالة فرنسوية والنص عرب. كان الحمد لله يعني مهما أوصف لك، وبالذات أنا الحقيقة كتير حكيوا عني منيح، حتى الجرايد اللي هي ضدنا حكيوا أنا عني منيح. فالكوكاتريس نفسه إن الله رد يعني عم بيحكي مع روميو لحتى يتفق معه على جمعة لسنة الجاي كمان، جمعة ايه جمعة ورا بعضها لسنة هاي بالأولمبيا. هاي بالأولمبيا. طيب بس فتي على أولمبيا هيك حسيتي بشي رهبي ما رهبي؟ طبعا ما في شك، بالأول كان عندي هيك يعني شوي لما دخلت وزقفوا لي يمكن مدة ربع ساعة زقيف، وأنا من حنية هيك لحديت ما أخذت تعرف قوتي هيك ودخلت وصرخت بأبو الزلف، طلعت بأبو الزلف وشوف بقى الصالة ولعت كلها الفرنسوية، إنه قالوا شو هالمقدرة، إنه شو هالنفس الطويل بالقوف، شو هال شو هالشي، كان كتير كتير عظيم. طبعا الفضل كله بيرجع للمجلس السياحة الوطني تبعنا وللميدل إيست اللي هني ساهموا، هاي الدولة النموذجية بسميها، هاي صحيح هني ساهموا بهالرحلة. فضل الأول لروميو لحوت، يعني الحقيقة أنا بتهيألي أنه هالشاب بيستاهل أنه السياحة كل سنة تساعده بالمسرح تبعه، لأنه عامل فولكلور وشي مشرف للبلد. رحنا على إيه؟ باريس هالقد بهالقد طبعا مريت على الأوروبي مروآن وعلى الفرنس أنتير وعلى رحت التلفزيون وكتير كتير. أنا لما دخلت على الأوروبي مروآن لابس الفستان تبعي الفولكلور، فصاروا كلهم يطلعوا يدسوا الفستان، شو هيدا شو هالشغل، شغل وين قلن ولا، وشغل لبنان شو شغل وين، شنو بيروت شنو بيروت. وبعدين عملت حديث وغنيت لهم عن الندة بالعربي بالأول، وبعدين غنيتها بالفرنساوي وخد لك عزائيف. هلا هلا يا دني صارت الدبكي تتغنى بالفرنساوي ولا ولا ولا. المهم انه عملنا شيء ببيض الوجه بالنسبه لبلدنا، يعني هذا اللي كان. كملي شوي عم بروكسل دخيلك. يي بروكسل تياتر دبوزار طبعا اعظم تياتر، وبساعة كمان 2600 كان في كمان شيء 3000، وكان سكسي غير طبيعي. تصور مثلا الدبكي اللي عملها كغام رجعوها مرتين، دبكي دبكي، وانا شي 10 مرات بالاخر تعبت. اجا مدير مسرح قال دخيل الله يا عمي نحنا ما بدنا اياها، طيب تعبناها بس توقف هيك تضحك يا حبيبي، بكفي انها توقف تضحك. سكسي انا ما كنت منتظره، يعني السوار كتب وال يعني كل الجرايد هون كتبوا انه ملكي على المسرح، برنسيسا ان دياس ان فيم، يعني شيء عظموني الحقيقه كثير كثير هونيك بقدروا الفن كثير. وليش هم بيقدروكي؟ بلا إيه؟ لاقول لك شيء إيه؟ رحنا على على مثلا بلدين بالضيع هونيك مطارح ما بيحكوش لفرنساوي ولا طبعا في عرب، فلامون
بيحكوا. انا قبل ما اطلع هونيك قلت له اسمع روميو، انا كنت فاكره ببروكسل معلش بالتياتر دو بوزار في عرب، في كان في 200 عربي بس والباقي كله فرنج. لو تشوف لي من غنيت عن ندى بالفرنساوي شو عملوا الزقي في الدنيا، رجعوني اياها مرتين يعني كل شيء اللي بغني. طبعا خدت نجاح بس مش هالقد. جيت قلت له شوف هم ما بيفهموش عربي ولا في واحد، حرام تقتلوني بهالشكل. يعني بطلع بجوز بالاخر شي دبكي او بالفرنساوي او شي، لانه مش معقول قال لا اسمك حاطينه على الاعلانات ومش ممكن. والناس داخلين على اساس يشوفوا فدات بتغني. فحصل سوء تفاهم بسيط بيني وبينه، قلت له ما بطلع. اجتنا نجبارة قال لا صباح بدك تطلعي وعلى كل حال اذا ما نجحتي هون ما بتنلامي لانه الناس ما بيفهموا. طلعت عم برجف على المسرح بس شو هيك معمضة واقفة معرمي عليون. طبعا اول ما دخلت شعب مؤدب كتير زقفولي معرمي هيك عليون، يعني انه انا مهمة ما تفتكروا انه انا هيك يعني جاي مدري شو. التواضع اللبناني التواضع اللبناني. وغنيت اول غنية والزقي في الصالة بايدين واجرين يخبطوا، غنيت خمس ست اغاني ورجعوني خمس ست مرات. تصور انا بقيت يعني الفرقه نفسهم بقوا قاعدين مندهشين انه هالشي مش معقول يصير. صبوحه، ما بتعتقدي بصفه عامه انه الفن الشعب اللبناني رح ينطلق بعد بزياده؟ انا بعتقد هيك. بعد بده يتوصل يصير عالمي ما في شك، خصوصا بعد هالرحله هيك. تصور امتى يركضوا وراي على المسرح بدهم يقصوا لي من الفستان شقفه. حلو يروحوا فستان. وصحيح بالاخر يقولوا طيب دخيلكم اعطونا شيء ولو تذكار لبناني. صرنا نقطع لهم هيك معنا طبعا اشياء بالريزيرف، صرنا نقطع لهم شقف صغيره هيك ونعطيهم لهالشعب. يوقفوا برا ينطروا حتى نمضي لهم. صحفيين بكل تواضع واقفين ناطريننا بهالشتي برا بهالبرد بس لحتى يسالونا كم سؤال. تصور شو هالشعب وشو هال الي انا جديد انه الندى الندى بالفرنساوي. ايه تخيلك شو كان كلمه هلا هيك بدي اسمعها. بتعرف انت رغم كل النجاح اللي انا شفته يعني بشكل مش طبيعي، طبعا هونيك مرينا على التلفزيونات وعلى كل شيء، كنت كل الوقت مستفقده لعائلتي هون بلبنان، لعائلتي يعني اللبنانيين، فهمت كيف؟ طبعا غير اهلي، قول يا رب امتين هيك اوصل لهالعائله الصغيره هيك واتحامى فيهم يدلي انا وين ضايعه بهالبلاد. رغم كل هالنجاح فظاع. هذا بيضل يحن الواحد لوطنه. فظاع طبعا ما في شك. هلا هي ضريبه الدخل. ايه ضريبه الدخل. قديش حلوه بعد هالنجاح هذيك انش نسمع شيها من وقت هاي. شوف القلعة كبيرة وقلبة كبير اللي عملها وليد غلمية نجحت كتير كتير هونيك، ونجح عن ندى الندى وجيب المجوز كتير، ونجحت كتير واقفة على راس الطلعة اللي عملها في ليمون. يا عيني صور مثلا يا بعلبكي ويا صهرة فيها زقفة تارا فيها زقفة هون زقفوها هني. انا هيك عملت على المسرح لانه حتى يزقفوها ويعرفوا في زقفة بالنص. يا لطيف فظاع. فاذا هلا نيجي بدنا نسمع الندى بالفرنساوي. بالفرع الفرع الفرع دخل قلبك. ايه
Une chanson et quatre fois qui apporte le bonheur à celui qui n'en a pas, à celui qui n'en a pas.